السلام عليكم. انا جاي لك يا سليم، جاي لك في دارك. رد عليا يا سليم، رد على صديقك واخوك. لك حق تتحمل مني، لك حق تقتلني وتشرب من دمي، لكن لك العيش والملح، لك ما تخلص ضميرك من الله، لازم تعرف وتتاكد وتفرج من الحق والباطل. ابوي ما جابكش عم الشيخ حسن، كذب وافترى على الله. افهمني يا سليم، افهموني كلكم. انا مديها اتوجه بعضكم، انا من انا طالب منكم يومين، يومين بس لحد ما الاقي حسان واعرف منه الحقيقه. سبتين ليه؟ سليم انا عايز اقول لك كلمه واحده احطها في دماغك. هتموتني؟ الجنون هيحكم عليك بالموت. زي ما راح ابوك هيروح ابوي، وانا تضحايا للمجرم اللي انت عميان عنه، وهتسيبه